هناك أناس يصطحبونك برحلات غير متوقعة، كمثل هذا الشاعر أو الرحال الجديد المنهمك بشؤون المعرفة والتراث وفي جعلهما بمتناول الإنسان أينما كان من هذا العالم، لكأنه يضيء دروباً أو يعيد رسم معالمها أمام من يرغب في اكتشاف التجارب الإنسانية الخلاقة وفي اكتشاف ذاته من خلال معرفة الآخر. وتحار حين تجالسه من أين تبدأ معه، فطرقاته متعددة وكلها تؤدي إلى المعرفة. عندما التقيته للمرة الأولى منذ حوالي 5 سنوات في دارة من داراته الثقافية، قرأ لي نصاً للعلامة ابن سينا عن الأم وكيف ينبغي أن تتعامل مع وليدها. وعندما التقيته الآن ذهب بي إلى فلورنسا إلى عائلة ميديتشي التي أسست للنهضة وللإبداع، وأسمعني موسيقى عصر الباروك على لوحات ورسومات خاصة بذلك العصر. ثم ذهب بي برحلة إلى الكون البعيد مع الفلكي أبي الحسين الصوفي في شروحاته عن تكوينات الكواكب وعن الدب الأكبر تحديداً في سمائه الصافية. ثم أدخلني في شعاب طريق أخرى تؤدي إلى القدس، فزرنا المدينة بمعالمها وكنائسها ومساجدها، وخرجنا إلى فارعة أخرى من مصر زمن كافور بصحبة المتنبي إلى العراق إلى الكوفة. كان ينبغي الكثير من الوقت كي نصل إلى كل مطارح المعرفة، ولكن كما يقول العالم، كلما اكتشفت شيئا جديدا أعرف مدى جهلي، إنما كان ذلك كافيا للتعرف على شخصية استثنائية في عالمنا العربي من حيث انشغالها في شؤون المعرفة وتعميمها والرهان عليها كرافعة أساسية وربما وحيدة للنهوض بهذه الأمة من كبتها وسكونها القاتل. هو محمد أحمد السويدي، الشاعر والمبدع الذي انصرف لمهام قد تكون من أنبل المهام الذي يقوم بها المرء، وهي نشر المعرفة لغاية وحيدة، الإنسان والحرية. أول سؤال يتبادر إلى الذهن، بس الواحد يلتقي بالأستاذ محمد السويدي مع حفظ الألقاب طبعا، يعني هذا التنوع والغنى في النشاطات. السؤال هو إنه كيف تكون هذا الهاجس عند محمد السويدي، هذا الهاجس الثقافي اللي يبدو يراهن عليه لغايات في نفسه؟ أعتقد أن الظروف أو صدف لعبت دور كبير، يعني كان بالإمكان أن يخرج الإنسان مقولب، خصوصا في تجربتنا التعليمية التي لم تعرضنا لهذا الاختلاف أو هذا التعدد. ربما ساعدت الأسفار في تكوين اكتشاف مش يعني مظاهر من الحياة لم تكن مألوفة لدينا، لكن بالتأكيد أن هناك أشخاص لعبوا أدوار، منهم أساتذة كنا محظوظين أنهم يعني كانوا في المدارس اللي درسنا فيها وكانوا استثناء. طبيعي الأشخاص اللي لعبوا أدوار في الطريق إلى هذا النمط، خلنا نقول من التذوق من الذائقة، هم أشخاص أدين لهم بالفضل فيما وصلت إليه، ولولاهم لكنت لازلت أراوح بعد في مكان ما في نفس المكان. ربما الوالد على ما أعتقد أسهم إلى حد بعيد في تكوين شخصية محمد السويدي. الوالد أطلق الشرارة الأولى، ومحظوظ الطفل الذي يولد في بيت يكون مفتوح على الناس وعلى الآراء وعلى الفكر بشكله المطلق. في نفس الوقت كانت للوالد مكتبة، وكنت على الرغم من صغري إلا أني أنا ألتهم هذه الكتب التي كنت أعي بعضها ولا أعي البعض الآخر، ولكن كانت هذه هي البداية. ربما عرفنا شيء عن هيك التكوينات الأولى، يعني اللي كونت شخصية محمد السويدي
ليكون هذه الشخصية الثقافية في العالم العربي المهتم بهذا الشأن، ولكن لم نعرف شيء بعد عن الشاعر. من أين أتى الشاعر إليك لتكونه؟ أول شيء كلمة شاعر هي كلمة ترعبني إلى حد ما، لأني تعرفت إلى قامات في الشعر مهمة، يعني تجربة شكسبير على سبيل المثال أذهلتني ورغبتني في تعلم اللغة الإنجليزية القديمة لأدخل على هذا المارد قلعته. فدخلت في نصوص حاولت أن أستوعبها بزمنها. هذا أيضا دعاني إلى الخوض في تجربة جلال الدين بن الرومي باللغة الفارسية لأشرب الماء من منبعه. هذه الرحلة في فضاء الشعر ترعبني عندما يعني أتساءل هل ما أكتبه الشعر أو لا، ولكن دائما أترك الحكم للزمان. مثل القمر في صفحة البحر فضة، مثل خدود برقة الورد بضة، مثل نخيل يلف خلي وداره، مثل مقام اللي أقبل جداره، مثل غرام الليل يا طيب طيبي، مثل قميص اللاز ورد وحبيبي، مثل عيونك والهدب والليالي، مثل الشفاه وريقها واللآلي، مثل النجوم الساطعات السهارة، مثل أحاديث القلوب السكارة، مثل الخزامة والحبق والشقايق، مثل الثواني بيننا والدقايق، مثل القمر في صفحة البحر فضة، مثل النهود بريحة الفل غضة.